حول هذا الموضوع ينضم إلينا الفنان العراقي الأستاذ إياد راضي. أستاذ إياد، مرحبا بك معنا في الحصاد. بداية، كيف تلقيتم نبأ الأمر الصادر من مجلس الوزراء حول نقل ملكية مسرح الرشيد من وزارة الإسكان والإعمار والإسكان إلى دائرة السينما والمسرح، ومن هي بتقديرك الجهات التي تقف وراء يعني هدم محاولة هدم هذا الصرح وتحارب الفن والفنانين؟ مساء الخير عليكم وعلى جميع مشاهديكم الكرام. الحقيقة يعني قرار الإزالة الصادر من وزارة الإسكان والإعمار أصاب الكثير من الفنانين أو الفنانين جميعا وحتى شرائح المجتمع العراقي بالصدمة الحقيقة. ولا عجب أن تظهر مثل هذه القرارات في عراقنا العزيز الذي تعودنا أن نسمع دائما أخبارا تتعلق بالخراب والدمار والتهديم، ولكن يعني من ساعات قليلة يعني سمعنا خبرا مفرحا، هو انتقال ملكية هذه الأرض من وزارة الإعمار والإسكان إلى وزارة الثقافة. الحقيقة هذا يعني خفف من وطأة قرار وزارة الإسكان ويعني جعلنا نتنفس الصعداء، بعد أن كنا حقيقة كفنانين. ومسرح الرشيد له خصوصية الحقيقة، هو أحد الرموز والصروح الثقافية المهمة في بغداد، مسرح الرشيد، ذكريات المسرح العراقي وقامات المسرح العراقي، هو صدى أصوات فنانينا وأساتذتنا، ولدينا ذكريات كبيرة وكثيرة في هذا الصرح الثقافي المهم. يبدو أن وزارة الإسكان والإعمار لديها حقيقة لديها ملكية لهذا المكان، وهي أعلنت ورب ضارة النافعة، يعني إعلانها هذا خلى يعني هذا ردة الفعل الكبيرة وهذه الوقفة الاحتجاجية للفنان والصوت المعارض للفنان جعل نتيجة هذا الاحتجاج تكون إيجابية والحمد لله. يعني لو كانت القضية استمرت بشكل سري غير معلن، ربما كانت يعني تؤدي إلى نتائج غير مرجوة. نعم. إذن الفنان العراقي أستاذ إياد راضي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.